صفقة تبادلية ما بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز، وده الخبر الأول معانا. الخبر الثاني، يا ترى مين بديل محمد الشناوي، أو إيه قصة المهدي سليمان والنادي الأهلي؟ والخبر الأخير معانا وهو موضوع مهاجم الزمالك الجديد أو صفقة الزمالك الجديدة، وده اللي هنتكلم فيه في الفيديو بتاع النهاردة. ولكن قبل ما ندخل فيها تفاصيل، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو أنت على الفيس ما تنساش تعمل متابعة للصفحة. وتعالوا نروح نبدأ بأول أخبارنا النهاردة وهو موضوع الصفقة التبادلية. النادي بيراميدز عينيه طالعه وعايزها تتم باي طريقه وباي ثمن وباي سعر. الموضوع عسيب باختصار شديد جدا، ان طبعا النادي الاهلي متمسك جدا بلاعب نادي بيراميدز وهو ابراهيم عادل، وايضا نادي بيراميدز متمسك جدا بلاعب النادي الاهلي او بلاي ميكر النادي الاهلي ناصر ماهر. نادي بيراميدز شايف ان ناصر ماهر من افضل البلاي ميكر في مصر، او هو ممكن يكون شايفه اصلا افضل بلاي ميكر في مصر، وده كان وجهة نظر بيراميدز بالنسبة لناصر ماهر لاعب النادي الاهلي. نادي بيراميدز يقترح اقتراح وقال ان انت، انا ما عنديش مانع ان انت تاخد ابراهيم عادل، في حين ان ابراهيم عادل اصلا موقع على عقد رغبة للنادي الاهلي. طبعا قال احنا هنحترم التوقيع اللاعب او هنحترم الرغبة بتاعة اللاعب، ولكن في حالة واحدة بس، لو هنعمل صفقة تبادلية. صفقة تبادلية ادونا ناصر ماهر اللي هو بالنسبة لنا افضل بلاي ميكر في مصر، وخدوا ابراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز. ولكن طبعا رد النادي الاهلي ان احنا مش هنعمل صفقه تبادليه ما بين لاعب ولاعب، هناخد ابراهيم عادل بفلوس وانتوا خدوا ناصر ماهر بفلوس. ولكن ياتي رد ناصر ماهر. ناصر ماهر يا جماعه متخوف جدا من جمهور الاهلي، متخوف جدا من اللقطه اللي حصلت مع اللعيبه اللي كانت في النادي الاهلي وراحت لنادي بيراميدز انها تتكرر معاك. علشان كده ناصر ماهر لاعب النادي الاهلي رافض موضوع بيراميدز. طبعا الكلام ده انا ما جبتوش من جيبي، ولكن الكلام ده من مصادر اهلاويه صحفيه. ده الخبر الاول معانا، وتعالوا نروح نشوف يا ترى مين اللي هيكون مهاجم نادي الزمالك الجديد او خليفه مصطفى محمد او بديل مصطفى محمد. الموضوع باختصار شديد جدا ان في مصدر من داخل نادي الزمالك بيقول لك ان لاعب النجم الساحلي السابق ولاعب نيم الفرنسي الحالي معروض او مرشح بقوه لنادي الزمالك، ونادي الزمالك حاطط اللاعب ده في اولوياته. يعني معروض على نادي الزمالك 3 4 مهاجمين، بالنسبه لنادي الزمالك ده اول واحد وهو كريم العريبي. اللاعب ده طبعا ما لعبش مع نيم الفرنسي غير يعتبر مباراه واحده اللي شارك فيها، وطبعا هو شارك معاهم لمده عام، شارك في 12 مباراه، ولكن مباراه واحده اللي لعب فيها اساسي مع الفريق بتاعه، وطبعا ما ربنا ما وفقوش او ما توفقش مع نادي نيم الفرنسي. علشان كده نادي الزمالك بص عليه واحد وكلاء اللاعبين عرضوا على نادي الزمالك، ونادي الزمالك بيفكر في اللاعب وبيسمع للاعب ماتشات وبيراجع تفكيره في اللاعب مره ثانيه. ده باختصار شديد موضوع مهاجم الزمالك الجديد. تعالوا بقى نروح لاخر اخبارنا النهارده وهو موضوع المهد سليمان او خليفه محمد الشناوي. طبعا بيتسو موسيماني بيفكر انه يضيف حارس جديد للنادي الاهلي، وطبعا انا كنت اتكلمت قبل كده في النقطه دي وقلت ان لجنه التخطيط بالنادي الاهلي قالت له ان احنا عندنا بدل الحراس 3 حراس، اذا كان لطفي او شوبير او محمد الشناوي، فمش محتاجين ان احنا نضيف حارس ثاني. ولكن بيتسو موسيماني متمسك جدا انه يضيف حارس ثاني للنادي الاهلي، وطبعا من المرشحين للنادي الاهلي كان المهدي سليمان. ولكن المهدي سليمان النادي الاهلي طبعا خلاص كده رفض صفقه المهدي سليمان على الاطلاق، لان طبعا اللاعب اكبر من محمد الشناوي بسنه واحده. اللاعب بقاله سنه كامله ما بيشاركش في ماتشات او في تمرينات اصلا، لانه في مشاكل حاصله بينه وما بين النادي. فطبعا النادي الاهلي فكر وقال لك طب ما هو بقاله سنه مش بيلعب وهيجي يقعد سنه كمان دكه، طبعا محمد الشناوي متالق، فمن الصعب انك تقعد محمد الشناوي وتلعب المهدي سليمان. اللاعب المهدي سليمان على فكره موافق جدا ومرحب جدا بالموضوع ده، ولكن النادي الاهلي هو اللي مختلف تماما معاه النقطه دي، مش عايز اللاعب او مش عايز الحارس ده، لان زي ما قلت لكم كده الحارس هيجي يقعد سنه كمان، فطبعا هيجي هيعتزل سنه كبير، الاهلي مش هيستفاد بيه بشكل عام. فعلشان كده بعد تماما المهدي سليمان عن حسابات النادي الاهلي. وده كان الفيديو باختصار شديد جدا، فطبعا ما تنساش تكتب لي رايك في التعليقات وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.